بنصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية، وأهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. بداية أخبارنا الرياضية مع المنتخب الوطني اللي أدى تدريبه الرئيسي والأخير امبارح على استاد القاهرة الدولي، وده استعدادا لمباراة غينيا اللي هتنطلق الساعة 9 في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار منتصف العام المقبل. ولسه مع أخبار منتخبنا، وامبارح اتكلم إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني عن قوة المجموعة اللي بيتنافس فيها منتخب مصر بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بكوت ديفوار، وأكد أن كل اللاعبين جاهزين للمهمة أمام غينيا وإثيوبيا، واتكلم كمان عن أن الجهاز الفني بيدرس ضم أخصائي نفسي في معسكرات المنتخب الوطني. كمان أكد عمرو السولية لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني جاهزيته للمشاركة في المباراة بشكل طبيعي مع المنتخب أمام غينيا في أولى مباريات الفراعنة بتصفيات أمم إفريقيا. كمان أكد السولية على أن جميع لاعبة المنتخب عندهم الحافز لتعويض المرحلة اللي فاتت. أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أعلن انتقال أليو باجي لصفوف نادي أميا الفرنسي بصفة نهائية، وده بعد ما فعل النادي الفرنسي بند شراء اللاعب في عقد الإعارة اللي قضاها باجي في النادي الفرنسي لمدة عام. كمان أعلن النادي الأهلي تمديد عقد محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة 4 مواسم، وده بخلاف الموسم المتبقي من عقده الحالي مع الفريق، وكده بتصبح مدة تعاقد اللاعب مع الأهلي 5 سنوات قادمة. سيدات فريق وادي دجلة توجت ببطولة كأس مصر للكرة النسائية للمرة السابعة في تاريخ النادي، وده بعد ما فازوا على فريق المعادي واليخت بنتيجة 2-1. ونروح لأخبار الكرة العالمية، ومنتخب إنجلترا خسر امبارح أمام مضيفه المجر بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب بوشكاش أرينا، وده ضمن منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية. كمان اتعادل منتخب إيطاليا ومنتخب ألمانيا إيجابياً بنتيجة 1-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب ريناتو دالارا ضمن منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لباسانتو وشازلي عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكراً ليك.